لونسي سور ريبونس على بروميير كيستيون. بيكوتي لو واليوم اعلن المساهم المرجعي اللي هو مجموعه هولماكوم عن اطلاق عمليه بيع 11.3% من راس مال مصرف المغرب للطرح للبيع للعموم في البورصه ديال الدار البيضاء. وهذه العمليه سوف تتيح ان شاء الله للمساهمين التاريخيين وكذلك المساهمين الجدد الاستفاده من الديناميكيه الايجابيه اللي انخرط فيها مصرف المغرب منذ حيازته من طرف مجموعه هولماكوم في دجنبر 2022. وتجدر الاشاره بان البنك استفاد منذ حيازته من طرف مجموعه هولماكوم من واحد المخطط جد طموح اللي غادي يمكننا ان شاء الله من تحسين المؤشرات الماليه والارباح ديال البنك. وهذا فهو شاهد بان هذه التغييرات التشغيليه اللي قام بها البنك كانت صائبه، وكذلك الاختيارات الاستراتيجيه اللي قامت بها مجموعه هولماكوم. اكتتاف هذه العمليه ان شاء الله غادي يبتدئ يوم 28 اكتوبر وغادي ينتهي يوم فاتح نوفمبر مع 3:30 العشيه ان شاء الله. السعر ديال كل سهم هو 850 درهم، وحنا ان شاء الله كنشجعوا جميع الناس باش ينخرطوا في هذه العمليه. Sur l'assurance, sur certains métiers financiers.